فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في أهل الذكر بصحبة نخبة من العلماء الكرام للرد على أسئلتكم واستفساراتكم بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم البركة في أوقاتنا وأن يبارك لنا وإياكم في أعمارنا وأعماركم في طاعته، اللهم أمين. نشرف ونسعد في هذه الحلقة بضيف كريم، وهو في الحقيقة كما أكدت سابقا ليس بضيف على قناة الندى، وإنما هو عالم جليل يقدم لنا العلم على شاشة الندى ليلا ونهارا، فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار. يا مرحبا بشيخنا الحبيب. أوكي، أنا والله أذوب مع فضلك قدرك. وإحسانك علي هذا فضلك شيخنا الحبيب، رفع الله قدرك وأحسن إليكم سيدنا. الله يحفظك شيخنا الحبيب الغالي. في حلقة ماضية كانت سائلة كريمة تسأل عن الذهاب لهؤلاء الدجالين الذين يزعمون العلاج بالقرآن، وهم في الحقيقة سحرة أو أنهم دجالين يدعون علم الغيب من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. وكنا أجبنا إجابة مقتضبة على السؤال. نعم. لكن أردنا أن نفصل في هذه المسألة تحديدا، لأن هذه المسألة كثيرا ما تأتي الأسئلة فيها. نعم. في كثير من المناطق يظهر بعض السحرة، بعض الكهان، بعض العرافين، ويذهب إليهم الناس، وللأسف الشديد بيكون أغلبهم من النساء. يذهبون، وبعضهم أحيانا بتبيع الذهب بتاعها أو بتتصرف بتقترض في مقابل أنها تروح للشيخ اللي بياخد كذا وكذا، مقابل أن يرقيها، ومقابل أن يضربها أحيانا، مقابل أن يأخذ هدومها بشيء من الغبيات. أي نعم. ترتاح. أي. الغيب النسبي. نعم. معين فتصخ فيه. نريد تفصيل لتحذير إخواننا وأخواتنا اللي يستسيغوا الذهاب لهؤلاء المجرمين فيصلون إلى الشرك بالله أحيانا دون أن يعلموا. نعم. نعم. الحمد وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بأنه يأتي بعد الدجالون 30 هم يدعون النبوة، هذه من أصلها. يعني كما تفضلت حضرتك وصدرت الباب، الأمر خطير، ويمكن هم سيأخذون كلام حضرتك فقط بأنه ساحر أو لا. ده أنا أقول هنا لما يقول سلم بعد 30 دجالون كذابون، هذه أصلا هي ادعاءات، لأنه بيدعي الغيب. فهو الكذب هنا في هذا الباب إما يدعي النبوة، والنبوة تأتي بوحي وراح الغيب، فهو بيدعي الغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك. يعني حضرتك الكاهن هذا أو الساحر أو اللي تأتي له بيتكلم عن الغيب ماذا يفعل؟ هو بيتعاون مع الجني، لأنه لا يدعي غيبا هكذا، لأنه بيأتي بشيء فيه تصديق، لأنه لابد أن يأتي حقيقة. شوف حضرتك الشيطان نفسه الكبير لا يأتي بشيء باطل محض. لابد يأتي بشيء من الحقيقة ويطعم هذه الحقيقة ببعض الباطل، ببعض يأتي ببعض الحقيقة ويطعم ذلك أو يكسي ذلك الباطل. المهم نواة الحقيقة التي يغري بها العيون والأسماع والقلوب، وبعد ذلك يضع في الباطل ما يشاء. وأصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يختبئ للدجال ابن صياد، كان يحسب أنه هو الدجال الأكبر. نعم. فكان يختبئ له خلف الشجرة، وهو يختبئ ويختبئ، شوف النبي يختبئ يريد هو من، لأنه ما وصله من الوحي هو. لا. نعم. أو لا، هو خايف على أمته. لأن السحرة ضررهم أعظم ما يكون، ولذلك ضرر الدجال الأكبر. قال النبي ما من فتنة من لدن آدم الآخر خريقة أشد من فتنة الدجال. وهؤلاء صغار الدجاجلة كما سمتهم حضرتك ولقبتهم. هؤلاء دجاجلة، يعني صحيح. سيضيعون على على الناس أمر دينهم ودنياهم. صحيح. ويأخذون أموالهم بالباطل. في الدنيا يا شيخنا الحبيب يشغلوهم بالتفكير في هذا الأمر. نعم. ليل مع نهار، ويميلون قلوبهم بعد ذلك لهم. نعم. وكل الأموال تأتي. أي صح. رجل ممكن يسرق من أجل ذلك. حتى وصل لمسألة الآثار وغير الآثار، يستعملون. نعم. الجنون بهذا الباب والدجاجلة لهذه المسألة. نعم. فالحاصل النبي كان يختبئ لهم، حتى جاءه كان معلق بين شجرتين له زمزمة زم زم، طبعا بقى شاطين معه. فقالت أمه يا صاف هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ. فجاء قال لعمر لو تركته لبين لنا، النبي بيقول لعمر ذلك، لو تركته لبين لنا نعلم هو الدجال. فأتاه النبي قال تؤمن أني رسول الله؟ قال أشهد أنك رسول الأميين.
فابن سواد يقول للنبي تؤمن أنت أنني رسول الله؟ قال اخسأ فلن تعلو قدرك، أمنت بالله وبرسلي. نعم. ثم قال له ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. وده عرش من؟ إبليس. نعم. قال أرى عرشا على الماء، قال ويأتيني صادق وكاذب. فقال النبي العمر خلط عليه. فالنبي أراد يختبره صلى الله عليه. قال له خبأنا بأتي من, 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 من واقع الأمر، الدجال ده بيضحك على الناس إزاي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خبأت. هنا فضيلتك تتحدث عن ابن صياد. عن ابن صياد. نعم. طب حتى تتضح يعني الصورة الكاملة ما علاقته بهؤلاء. أي نعم. صح كده؟ دجالهم دجالون. ودول الأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون دجالون بعده. نعم. طب لو تكمل لنا الحديث. هنكمل الحديث حتى نبين بقى صدق. كيف هم طب أنا ابن صياد من هم في المدينة؟ الشاهد اللي آتي هو بتاع الدجال بتاع اليوم دوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خبأت لك خبيئة. نعم. شيء غيبة هو الآن. قال له الدخ. هو النبي كان نازل عليه سورة الدخان. نعم. هو قال أنا خبأت لك هذا بيختبره. فقال له الدخ، ما كملش الدخان. صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعلو قدرك. نعم. فبين النبي ودي بقى الكل كاهن أن الجني، لأن في كثير من الدجالين اللي حضرتك أخبرت بيهم بيستخدموا الجن. نعم. بيستخدم الجن، وهبين كيف حتى أنه يمرض المريض بالجني اللي بيستخدمه. سبحان الله. عشان ياكل ماله. يعني هذه حقيقة. يستعمله بحق. يمكنه أن يستعمله بأن يمرض هذا المريض أو هذا الشخص. يلبس عليه ممكن. يلبس عليه. يوهمه. الجني ممكن يسرق. طبعا دعنا المعتزلة الأغبياء الذين فهمون شيئا فأحسبون أن عقولهم. الجني سرق التمر من أبي هريرة. والنبي قال له صدق هو الكذوب، فالجن ممكن يسرق، لكن الجن لا يفتح بابا مغلقا ولا شيء سمي عليه اسم الله. نعم. الله اكبر. فاي امراه تخشى عشان ما تدخلش بقى، مش كل واحده تسرق زوجها وتقول الجن افركوش سرق. ما ده الوصف بينها غلو وجفوه في هذا الباب. فهو من سمى او اغلق بابا فان الجن لا يستطيع ان يصل اليه. نعم. فقال له خبأت لك خبيئة. النبي قال الجن يركب بعضه فوق بعض هكذا الى السماء الدنيا فيسمع صريف الاقلام. نعم. ايه اللي يحصل النهارده؟ ايه اللي بقى؟ فصرف الاقلام فياخذ الكلمات ويقرقرها لمن تحته فياتي الشهاب، والشهب بعد النبوه بعد الموت محمد صلى الله عليه وسلم شهب كثيره جدا من السماء. فياتي الشبه فيقتله قبل ان يوصل الكلمه. وياتي الشهاب يتاخر، ودي فتنه بقى من الله. يتاخر الشهاب حتى ياتي لاخر جني سمع الكلمه لسه يضعها في اذن الكائن، ياتي الشهاب فيقتله. ده اللي حصل مع ابن صياد. الشهاب يقول له ان في صوره نزلت على محمد اسمها الدخان، فقال له الدخ، وجاء الشهاب فقتل. فوقف عند الدخ. لذلك النبي قال له اخسأ فلن تعلو قدرك. ده من سرقة الجن الذي الله جل في علاه أتى بالشهاب فقتله. فقال له اخسأ مثلك مثل الدجال. نعم. اخسأ فلن تعلو قدرك. أنا بقى أقول هؤلاء نفس الأمر. يعلمون شيئا من الغيب النسبي اللي بيخبره الجني بقى. نعم. ده طبعا مش غيب مطلق. الغيب طبعًا المطلق طبعًا ده اللي لا يعرفه. غيب نسبي. يعني مثلا امرأة حصل بينها وبين زوجها امور الراجل ده ما يعرفهمش ابدا، هو في مكان وفي مكان. لما راح قال لها مش انت اللي زوجك عمل كذا امس وعمل كذا امس وعمك لما جالك، فيخبرها بذلك. فالبنت تقول اذن يعلم الغيب. فيوهمها بذلك، ويكون الجني هو الذي اخبره بهذا. نعم. فهنا النساء طبعا عندهم ضعف كبير جدا في هذا الباب. فماذا تفعل؟ فتثق في كلامه، فتعطيه كل ما تملك، تقول شوف اخبرني بالصدق وقال لي ان حصل كذا، وتروح بقى تحكي لكل الجيران، والجيران طبعا يصدقون ان الراجل ده بيعلم الغيب. هنا يدخل مساله الكفر اللي هنتكلم فيها، اللي حضرتك قلت عليها، ان يصل الشرك انه بيدعي علم الغيب. هو ما بيدعيش علم الغيب، غيب نسبي، لكن هو بقى بيكذب معه كذبات على الغيب المطلق، ويقول بعد اسبوع هيجي لك كذا وبعد شهر هي، وطبعا كل يصدق هذا الكلام. شوف بقى هنا الخطوره. هو ادعى علم الغيب وقال الله تعالى لقل يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله سبحانه الا الله. نعم. فهنا يكفر من ناحيه، هنا ناحيه الربوبيه. لان علم الغيب ده من لازم من لوازم الربوبيه. الثانيه دي لما صدقته اضلت في علم الربوبيه وراحت سالته وممكن تصرف عباده له من دون الله جل وعلا. فانفقت او ذبحت على ما قال بيامرها بعد كده بقى. صحيح. طبعًا. والامر ده هو امر الجني. ان تذبح الجني ديك احمر وفي مواصفات كذا وكذا. حقا ده. وانا سمعت شيخنا الحبيب ان هناك قد في بعض الاحيان يطلب منها ان تفعل ما تكفر به بالله سبحانه وتعالى، تكتب القران بدم الحيض تقريبا، ممتاز هذا البحث، او تدخل بالمصحف داخل وهي تصلي. اي نعم. ايه اللي بقى اللي جرى ذلك؟ لما انباها ببعض الغيب النسبي مطعم
بنكذب بقى في الغيب المطلق في هذا يا رب عافينا. انظر بقى حضرتك والى الان احنا مش هو قلب الحبيب والكلام ده المغربيه اللي تتعب تفعل ده وده انتشر جدا في بلاد المغرب. صحيح. حماها الله وحفظها من كل الصحراء والكفر والفجر وناس اهل دين واهل خير المغاربه طبعًا. ناس افاضل لكن هذا الوعكه هذه منتشره منتشره جدا وادعاء علم الغيب فيها. فهنا بياكل اموال الناس بالباطل وبيشرك بالله جل في علاه. وهذا الجانب ممكن نقول اظهاره سهل. ليه؟ لأنهم لهم مصايب كثيرة. أنت ممكن أصلا يدخلون عليه يجدوه في الحمام ومعه المصحف. لأنه لازم يعطي الجن اللي بيعطيه هذه الأمور وبيساعده في هذه الأمور لازم يعطيه. لأنه الله تعالى قال ويوم نحشرهم جميعا ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. فهو يتمتع الإنس بما يفعله له بأنه يمشي في الهواء يمشي على الماء ويطير في الهواء ويتكلم بكلمات ما حدش يعرفها وممكن يحبسوه في باب ويلاقوه بره بعدها. فده فعل الجني فيمتعه بهذا. وهو لازم يمتع الجن بأنه يصرف له عبادة من عبادة من العبادات يعني فيكفر بذلك. ودي فتنة من الله جل وعلا. طب دول أمرهم ممكن يكون مكشوف. المخفي على ذلك بقى اللي بيقرأ اللي هو هيئته هيئة التقوى وحاله حال العلم ممكن يكون هو كذلك وممكن تخي. لكن لا عرض عليه كثير. أنا بكلمك الآن على تمرس. نعم. كل شيء يقول لي الاستخدام. أنا مش فاهم السؤال. الاستخدام يجوز ولا يجوز يا عم الشيخ؟ أقول الاستخدام يا ابن الحلال. الاستخدام. عايز أفهم الاستخدام. أنا مش بقى زي حضرتك كده بقى مستغرب. استخدامي استخدامي. قال لي صحبة. صحبة ايه؟ مش فاهم. فعرفت انه يقصد استخدام الجن. نعم. اعوذ بالله. صحبة جن بقى معاه جن. رغم جن مسلم وبيساعدني على علاج الناس. انا معاه جن مسلم. وهنا يوجد تلبيس ايضا شيخنا الحبيب ان الساحر او الدجال قد يأمر المريض او يوهم الشخص انه يعالج بالقرآن. او يظهر باسم القرآن. وبيظهر بالقرآن. وقد يقرأ القرآن. يقرأ القرآن ويعطيه. والجن حتى ولو كان مصاحبا للجن. يقرأ القرآن ما في شيء. ده القرآن ده هو الجن نفسه بيقرأ القرآن. والجن اصلا بيضحك على الاخر. سمعنا قرآن عجبا. هو بيقرأ القرآن وبعدين يقول له انا استمت الحمد لله بقيت مسلم. انا معك. انا دخلت 1000 من الجن في الاسلام. هو بيقول له كده بيقول له اسمعني انا رايح دلوقتي للقبيلة. وحدعوهم على وقتيك بها ويقتلوا بالقبيلة وغير له الاسم ويضحك على الناس. ولذلك المسألة عالم عجيب. والأحمش قال له كان جني بيتجوز إنسية ودي ذكرها المزي تصدق ما تصدق كان الأعمش يقول. فجلست منه وجدت الأرز يدخل ولا يخرج ماشي في الهواء بيطير الأرز فعرف في جني فكلمه بيقول له من خير الناس فيكم؟ قالوا الذين يتمسكون بسنة النبي. من شر الناس فيكم؟ قالوا الرافض. الجني بيقول له الروافد دول اشر الخلق عندنا. فالجني بيفعل ذلك ممكن يقرأ القرآن ويهمه ذلك. انا بقول الجانب الاول جانب ممكن فتشه او اظهاره سهل شوية. لكن الامر الثاني هو المعمى عليه اللي هو بيقرأ بالقرآن وان هو اصلا رجل يعني سمت اهل السنة ويستعمل الجن. أنا المعضلة عندي مش الاستعمال انك هتقول له استعمال الجن ما يجوز ولان لابد في الاستعانة او الاستغاثة بحي حاضر قادر. نعم. هو حي طيب على ما تقول وهو قادر ماشي. انه غير حاضر. لفينه انا غائب. هتدعو غائب انت خلاص هتعتقد فيه. ده سبيل الاعتقاد فيه. وايضا صدقك وهو كذوب انت ما ترى شيئا ولا تعلم شيئا. صحيح. ما ترى شيئا ولا تعلم شيئا. فهم مشكلتي بقى مع هؤلاء. مشكلتي مع هؤلاء. هؤلاء عندما نبين الناس الحمد لله بتكف عنهم. لانه بيروا منهم ايه? بيروا منهم مخالفات للشرع كثيرة. المشكلة كل المشكلة في هؤلاء. وهؤلاء ايضا عندهم كلام لابن تيمية. وهو راجع هذا الكلام بسبب فتوى فضيلة الشيخ العلامة المجدد. نحسبه ان شاء الله في عليين. فضيلة الشيخ صالح بن عثيمين. يقول بذلك. يقول جواز استخدام الجن لنفع الاخرين. الشيخ العثيمين. نعم. رحمه الله. والشيخ ابن عثيمين اخطأ وابن تيمية اخطأ في ذلك. يعني الشيخ العثيمين اجاز ذلك. اجاز ذلك. قال يجوز استخدامه ما دام. طب وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اذا استعنت فاستعن بالله. رضي الله عنك. ناخد بقى مش بحر بقى اخر. نعم. بحر اخر. ولو قالوا لنا اما قال الله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكز موسى فقضى. قلنا نعم. الاستغاثه هنا تجوز. لكن الاستغاثه هنا تعالى نشوف موسى كان خفيا. كان بيظهر بالليل بس وبالنهار ما يظهرش. كان خفيا. ها كان ضعيفا. ها ما كان يسمع. كان قادرا. يبقى كان حيا حاضرا ايش? قادرا. هو امامه. فيما يقدر عليه. هو فيما يقدر ولا عليه. يدعي علما للغيب. رضي الله عنك. رضي الله عنك. فكل هذا منفي في هذا الباب. هو غايب. وهو يدعي علم الغيب. وهو ايضا يوهمك ان القدرة اللي عنده كانها قدرة الهية. نعم.
لانه بيفعل اشياء بالنسبه لك خارقه للعادات. فهمني حضرتك؟ فياتي الرجل يقول ابن عثيمين افتى ابن ده كلام تاني، وهم يستندون الى قصه، وقصه ما فيش اسناد اصلا، مش اسناد هالك، مش اسناد انه عمر بن الخطاب قال جاء اختفى عنه عمر بن الخطاب، وجاء ابو موسى الاشعري لامراه كان عندها رئي جني، قال سالي رئيك اين عمر؟ فقالت في المكان الفلاني ينام تحت الشجره كذا. نعم. فقالهم استعان بالرئي بالجني فانتفعوا وعرفوا مكان عمر بن الخطاب. هيهات دونها خرط القتاد، هيهات ثم هيهات. هاتوا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة حل السحر بالسحر قال لا لا، إنها من عمل الشيطان. وده مسألة عقيدة. ده الرجل ده الجني غايب. نعم. ده صادق صادق مسألة محسومة في هذا الباب. فأنا عندي مشكلتي في هؤلاء، وهؤلاء يقعون في الشرك لا محالة. سيقعون لا ده وسيله وسيله للشرك، وسيله للاعتقاد في الجن، وسيله مخاطر ما يعلم بها الله. فلا بد نحسن ماده وسد الذريعه، نقول لا استعانه بالجن، جن لا يفيد ولا ينفع. ما في النبي اللي هو سيد الاولين والاخرين قال قل لا املك لنفسي نفع ولا ضرا الا ما شاء الله، وقال لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالمساله اصلا قل لا اعلم ما في السماوات والارض الغيب الا الله. فهنا الخطر العظيم في هذا الباب. فانا اقول يعني نصيحه واضم صوتي صوت حضرتك، اياكم ان تضيعوا انفسكم لهؤلاء الكهنه الدجاجله، حتى لو غرك منظره وسواك هو قصر صوبه وقراءته، ان كان ممن يستعمل الجن فهذا فيه باب ضلال، فلا بد ان يرشد. يعني قد نعلم فيه الخير فننصحه ونقول له لا يجوز، واستعمال الجن لا يجوز، الجن غايب. مش ليس حاضرا. وانت الشروط الاصيله باستقراء كل ما جاءت الادله فيها ان يكون حيا حاضرا قادرا في هذا الباب، وهو ايضا ليس بحاضر. والمساله الثانيه ايهام القدره فيها بيجعلك تحسب انه يقدر على ما لا يقدر عليه غيره، وهو صح ما يقدر على ما يقدر عليه الانسان. فانت قلبك سيميل. واصلا الشريعه جاءت لتحفظ قلبك لا يلتفت لغير الرب. اصلا اسس الشريعه عدم التفات القلب لغير الرب. فهذا خطر عظيم في هذا الباب، وهم في حقيقه امرهم مع انهم يلتمسون السنه ويتمسكون بها، هم في غايه امرهم او في وصفهم الصحيح لهم شيء من الدجل. فعليهم ان يتراجعوا. فنسال الله ان يحفظنا. اللهم امين امين. رضي الله عنكم شيخنا الحبيب وبارك في عمرك في طاعتك. اذا هي رساله مشاهدينا الكرام نؤكد بها لاخواننا واخواتنا، الذهاب للسحره والدجالين والكهنه يعرض دين العبد للخطر، يعرض العبد الى ترك دينه بل فساد الدنيا والاخره. فاعرض عن الذهاب للسحره والدجالين. وكما اشار فضيله الدكتور محمد، اذا احس الانسان بمرض او بتعب فليذهب الى الطبيب المتخصص. اي نعم. يذهب الى الطبيب المتخصص يعرض نفسه عليه. اما ان اراد الرقيه فيعني شيخنا الحبيب ان اراد ان يرقي فليرقي نفسه. يرقي نفسه. اي صحيح. حتى اصلا لما بيطلب الرقيه من غير يا سيدي بينزل درجه من درجات السبعين. قال سبعين الف يدخلون الجنه بغير حساب ولا يسترقون. نعم. فانت لما تطلب ان تقرا المعوذات نسالك ان يرقي نفسه بعد الأذكار. فلما نزلت معوذات ما نزل مثلهن. نعم. يقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ويضم معها قل والله أحد، لأن بعض الروايات في سنن النسائي بسند صحيح أنه كان يقرأ قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس صباحا مساء. صحيح. يلقي نفسه بها. وإذا خشي من الحسد أو غيره يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم. يكبر أمام من يخشى منه. طبعا في سر العشاء ما تبقاش في فواصل النزاع. فالرقية شرعية كما تقول حضرتك، لكن لابد أيضا إذا سأل ليس حراما. نعم. نزل درجة، لكن لو سأل لا تسأل إلا طالب علم متقن. بالضبط. لأن بذلك سيميل قلبك لله، وهو عنده تقوى في القراءة، فيكون الأمر إن شاء الله على خير. نعم. اللهم أمين. فنحاول بقدر الإمكان أن نلتزم بتعاليم ديننا وتعاليم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الذي قال من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فليحذر المرء من أن يخرج من دين الله دون أن ينتبه بسبب الأوهام أو بسبب الأمراض أو بسبب ما يفعله السحرة والدجالين من حيل يريدون بها تضييع دين الناس. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى لاستكمال حوارنا مع فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار، فابقوا معنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل حوارنا مع فضيلة الشيخ الحبيب دكتور محمد حسن عبد الغفار. مرحبا مجددا شيخنا الحبيب. أهلا وسهلا، رضي الله عنك سيدي. رضي الله عنك، الله شكر الله لك وأحسن الله كما تحسن إلينا. أنت الذي تحسن إلينا، رفع الله قدرك وبارك في عمرك في ضحاتك. شيخنا الحبيب، سائلة كريمة تسأل عن ذكر الله داخل مكان قضاء الحاجة، بتقول أحيانا أقول بالخطأ بسم الله وأحيانا أقرأ شيئا من القرآن في داخلي دون أن أنتبه، فتقول أنا الحمد لله أحفظ القرآن ودائما ما يعني أقرأ القرآن في سري، في كثير من الأحيان أخطئ وأنا داخل الحمام بأن أقرأ بعض آيات القرآن دون أن أنتبه، فهل هذا حرام شرعا أم لا؟ الحمد لله وكفى وسلم على عبده الذين صفى أصطفى لا سيما النبي المجتبى الأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد السؤال أيضا له أكثر من شق. نعم. الشق الأول فهو مسألة أن تذكر الله داخل الحمام. نعم. هذه فيها تفصيل، يعني أولا لابد أن نقول داخل الحمام، إذا سيكون الموضع موضع النجاسات. نعم. والأولى أصلا يعني أن نعظم ما يعظم شعائر الله فإنما تقوى القلوب. قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أجلك الله، مر عليه رجل قال السلام عليك يا رسول الله. نعم. رمي يرد عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول ألم ترى ما أنا فيه، فقال له إن وجدتني على هذه الحال لا تسلم علي، فإن فعلت فلن أرد عليك. فالأصل أنه عدم ذكر الله في مكان النجاسة. لكن لو أردنا التفصيل يعني نقول الحمام لو كان واسع، لازم كان عند من يملك البيت الواسع والفسيح، فإن كان حمام واسع والمقعدة اللي هي مكان النجاسات بعيدة وهو بعيد عنها له أن يذكر. نعم. وإن كان الأولى طالما السور الذي يضم أو الباب ضم كله فلا يفعل. نعم. لكن لو فعل قد يتسامح في ذلك، أن المنهي عنه أن يفعل ذلك في مكان النجاسات. فلو قال لي أحد تصور أنه أصلا المكان الذي يقضي فيه كان في صحراء. نعم. قضى حاجته في مكان كذا، مر عليها بشبر حتى أو بعد شبر يذكر الله، له أن يذكر الله. لكن نقول له لا، من أجل أن المكان أصلا يحوي النجاسات. نعم. فالأولى لا تفعل، لكن لو فعلت وهي بعيدة يعني نقول لها يعني قد يتسامح لك في ذلك. طالما قلت مره ومرتين. نعم. ده الاصل عام. واقول الاولى ما دام قد دخل حتى تسميه الوضوء يسميها بره. يقول بسم الله قبل ان يدخل. نعم. فيقول بسم الله على الوضوء ويتوضا. فلا يذكر الله في هذا المحل. لكن على مساله السماحه بينا كيف تكون. نعم. والشق الثاني ان هي قالت اخطا واقول. ما قالت انا عامده. فنقول أخطأت وقلت لا شيء عليك بمرة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الشق الثالث قالت أقرأ القرآن لأن أنا حافظة، فالسؤال قالت أقرأ في نفسي. هل هي ختمت بأنها قرأت بصوت؟ نعم. ختمت قالت بصوت بصوت. نعم. نعم. يعني يبقى لأن في بداية السؤال سمعت من حضرتك أنها تقرأ في نفسها ولأنها حافظة القرآن. نعم في سرها. نعم في سرها. فتقرأ في سرها. قال أصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز أمتي عما حدث بأنفسها ما لم تعمل أو تكلم. فهي لو كانت تقرأ بقلبها لا شيء في ذلك. نعم. لأن النبي كان يدخل خلاء يكف الذكر باللسان لا بالقلب. وكان يذكر الله. ولذلك قلنا إنه لو رجل بيقضي حاجته والأذان يؤذن يردد الأذان في إيش؟ في نفسه في داخله. لأن القلب لا يمنع من الذكر. صحيح. القلب لا يمنع من الذكر. فما دامت أنها لم تتلفظ فلا شيء عليه. أما إذا تلفظت فنقول إذا كانت مخطئة يعني كانت ناسية مثلا أو كان خطأ رفع علامات الخطأ ونسيها. نعم. إن كانت عامدة فنقول لها لا تفعلي، الموضع لا يكون في ذكر الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا. وده حيخليني أسحب الحكم. معلش سمحني. نعم فضل شكرا. وإن كان هيزعج كثير من المعلمات وأنا سأموت كمدا من المعلمات لأنهن صدرن أنفسهن مفتيات وهن على غير أهلية. نعم. يعني حرام حرام حرام. أبوس إيد مين ممكن له كلام يقول لهن عود سكتين عود سكتين ماشي تكلموا دين ربنا يعني.
أي والله يعني خلاص معك قراءة ممتاز التجويد الضاد والتاء والحروف وما خارج الحروف ممتاز جدا لكن بلاش تقلب يعني. أيوة حرام واحدة بتقول شوف جالي سؤال حضرتك واحدة بتقول المعلمة بس المعلمة دي تصل بها صراحة نعم. وبراءة صحتها قالت لي ما كنتش كده بالطريقة دي لكن هي التانية شوف ما حملتها لي جنتني بتقول لها أنا عمتي زارتني هروح لها بكرة زورها عشان هي زارتني قالت لها يعني أنت راحة تزوريها عشان هي زارتك أنت مشركة أعوذ بالله والله وجهة النظر بقى ان نيتها صرفت بدل ما تكون لله كان لمقابلة بس بالله عليك ده الشيطان ما يتقعرش هذا التقاعر نعم فالمعلمات اجلست في مكانكن افضل لكن وبالله من اجل دين الله عشان حرام اللي بيحدث هذا فالحاصل انا اسحب المسألة على المعلمات شوف ايش فعلوا يفعلنا احنا قلنا انا قلت ان المراه الحائض لا تقرا القران وفي نعم. البرنامج ايضا يعني بينت ذلك نعم. طبعا قامت الدنيا لم تقعد لان الشيخ سين قال ب ممكن اذكر مش مشاكل الشيخ الالباني شيخ ابن عظيمين نقل نعم. فانا قلت لهم الحق يعرف بالرجال لا يعرف بالرجال لا يعرف بالرجال نعم. الحق يعرف بالرجال الحق اعرف الرجال هم الذين يعرفون بالحق بالضبط كده نعم. اعرف الحق تعرف اهله اي صحيح علم ابو طالب مهزوم قال له وتقول انت بهذا عثمان كان يقول بذلك قال يا بني نعم اعرف الحق تعرف اهله الحق يعرف الرجال وفي الحديث يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول لهم قال رسول الله تقولون ابو بكر وعمر احسنت وخير الناس يعني احسنت, أحسنت. انا اقول لكم ان رسول الله متلبس بالنجاسه كان يبول اجلك الله سلم عليه اسقط واجبا القراءه مش واجبه اسقط واجبا اللي هي الرد عليه نعم. السلام اذا حيتم تحيه فحيوا امر احسن منها فالنبي اولدوها يعني ده امر وده واجب رد السلام ما ردش السلام وقال لو فعلت مش هرد عليك تاني واسقط واجبه الان اسقطه من اجل التلبس بالنجاسه فانا اسحب الامر اليهم في هذا الباب واقول اذا قلنا ومنعناها ان هي تذكر الله عند مكان النجاسه هي حامله نجاسه كيف تقرا يا امي هذه نعم. من باب القياس اهو الان انا بقول لك في الحمام لا تذكري الله وانت متفقه معايا انك ما يجوز ما سالتيش بكده أيوه. انك ما لا يجوز ان تذكري الله وانت فين في الحمام لا ده انت شايله النجاسه اصلا حملاها نعم. تعالى بقى هتموتيني وتقول لا اقول لك مش انا الله هو الذي قال بذلك يسالونك عن المحيض قل هو اذن فاعتزل من سبب قالت المراه يا رسول الله دم الحيض يصيب ثوب احدنا نعم. ونريد نصلي قال حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء الله. دلاله على شده النجاسه الى الان صلى الله عليه انت تحملي نجاسه يا امي النبي صلى الله عليه وسلم عائشه بالصحيح تقول نام النبي على حجر وانا حائض لغايه كده كويس جدا وانا حائض ثم قرأ القران قالت قرأ القران وانا حائض يعني كلام تقول ايه مش بتستبعد بقى ازاي اقرا وانا يعني في الموضع اللي فيه الحيض ان نعم. النجاسه تعجبت ان يفعل ذلك فما بالها هي اللي حاملاه بقى فين وقول النهار بقى لا خلاص اقرا يا بنت ما تضيعيش عليك نعم. الخير دوت ما الخير هي عابده لله نعم. هي لما تأتمر بامر الله بان هي افطرت حين كانت حائضا ولم تصل عابده مأجورة نعم. لان هي نفذت امر الله للفلاح نعم. وبعدين اقول لك ماذا تفعلون ماذا يفعلن النساء بقوله تعالى بقوله ما لكم لا ترجون الله وقارون نعم. يا رجل ده مسألة المس قال لا يمسك ولا إلا طاهر نعم. قال لا يمسه إلا المطهرون اللوح المحفوظ ده مخلوق قال ما بيمسوش إلا الملائكة المطهرون نعم. فما بالك بقى بالقرآن اللي هو كلام الله سبحانه وتعالى بتتكلمي بكلام الله وانت حاملة النجاسة اسمعي من بعد نعم. اكتبي لكن ما تقرأيش القرآن فأنا أقول الأخت الهدي في الحمام لا تقولي لا تقرأي القرآن فإن كان في سر الجاز فإن تخطي به مخطئة فلا عتب عليك لأن الخطأ أخو النسيان نعم أحسن الله إليكم سائلة فاضلة تسأل تقول أنا تخرجت في جامعة الأزهر وختمت القرآن الكريم وأنا الحمد لله محجبة وأحافظ على الصلاة لكن تقدم لي شخص أستاذ بالجامعة لكنه لا يصلي وعلمت نعم وعلمت أستاذ بالجامعة الأزهر لا هي تقول أستاذ بالجامعة عامة نعم تقول وهو لا يصلي وعلمت أنه يسمع لي سين من الصحفيين تقول أنه ينكر الإسراء والمعراج وغير ذلك يبقى يسمع لي فهل طيران الطيران الحملات التي تطير وتقف ولا تقعد في هذا الباب المخرف المعرف الذي أساء وما أحسن وطعن في النبي وطعن في الصحابة وهو غبي نعم. منه فيه طيب هي تسأل تقول يعني هل
هذا مرفوض من قبل أن تتكلمي أصلا. ما تقولي ما كملش سؤال. أصلا هذا رجل أول شيء لا يصلي والإنسان قائد على العالم الفارقة بين أهل الإيمان وأهل النفاق والكفران. الفزدان الصلاة بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ترك الصلاة. خلاص انتهى النبي النبي حسم المد وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا وزر حمله. الأوزار الأخرى التي حملها أنه يسمع لغبي والغبي يسمع للغبي. نعم. فيسمع لغبي اتهم النبي عشان يفهم أنا الآن أدعو للإسلام. نعم. أنا أدعو للإسلام. ومن يعارضني وعنده علم يستطيع فيأتنا. الرجل قال مجتمع الصحابة فيه التحريش. نعم. ثبت ولا ما ثبت؟ قال ذلك. صحيح. قال مجتمع الصحابة فيه التحريش. مجتمع الصحابة دول صحابة من؟ صحابة من؟ صحابة سيد البشر صلى الله عليه وسلم رسول الله. معي واحدة واحدة بالله عليك. نعم. صحابة الرسول صلى الله. ومجتمع كله تحريش. نعم. حضرتك تحريش بقى تحريش والنساء والرجال. نعم. وسيدهم عالم بالتحريش. نعم. وسكت. يبقى ايه هو؟ العوام يقولون عليه. بس هذا الذي انا اردت للناس على ما سمعهم يفهموا. نعم. ويعلموا كيف هذا الغبي كيف تعدى على النبي. صحيح. هذا الغبي كيف تعدى على النبي صلى الله. فلما يأتي غبي يسمع لغبي فلا يمكن. يبقى هو بيسمع ذلك هيقول ذلك في الصحابة. نعم. الطعن في الصحابة والطعن هو طعن في الله. واستهزأ بالقرآن قال سلطانية سلطانية على 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 الآية من القرآن. هذا في حد ذاته مشكلة يعني. هذا كفر مستقل. كفر ده كفر مستقل. أعوذ بالله. الاستهزاء بالله، الاستهزاء بشرع الله، الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر مستقل. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يا رب سلم. حكم جاء من السماء. الآن فأنا أقول يعني حضرتك بتسأليني ده المفروض أنت حضرتك يعني تجيب من الشباك حيات وترميها عليه قبل ما يطلع السلم. فما حضرتك عشان ينهي المسألة. لا سيما أنها ما شاء الله يعني حافظ القرآن ومحجبة ومصلية وخرج جامعة الأزهر يعني. محجبة مثقفة وما شاء الله عفيفة لها الحجاب الذي يزينها ثم تتكلم عن مثل هذا. نعم. أعوذ بالله. أنت تأخذين في بيتك شيئا. نعم. ستدينين بما يدين الله به. ومع أنه يسمع لهذا الرجل ورجل معتزل الفكر أصالة ثم تعدى على النبي بهذا التعدي وتعدى على الله بهذا التعدي أكيد لا يسمعه إلا من قبل. نعم. كلامه وكان منه. لا تحدثني عن الرجل، حدثني عن خليلي. لا تسعى مرة الإنسان سأل عن خليلي. الصاحب ساحب. نعم. فلا يمكن قبول مثل هذا الرجل. تعرض دينها للخطر في الحقيقة بصحبة هؤلاء البطلين. رضي الله عنك. نعم. رضي الله عنك شيخنا الحبيب. شيخنا الحبيب، سائلة تقول أمي عمرها 82 سنة وأبي مات وهي الآن في العدة، لكنها تأتي لزيارتي، فهل عليها شيء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأصل أنها لابد أن تبقى حتى ينتهي أجل الأجل حتى الأجل في هذا العمر يعني. حتى في هذا العمر. حتى في هذا العمر. نعم. قال إلى أن يعني يصل الكتاب إلى أجله. يعني لابد أن ينتهي الكتاب إلى أجله. في حديث فريعة. نعم. أمرها أن تبقى في بيتها. صلى الله. قال ماذا قلت بعدما أذن لها؟ تعالي. والحديث في كلام لكن يستأنس به وله أدلة أخرى. نعم. تقوي. فقال لا حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. فهي لا تذهب إلا إذا كانت وحيدة فريدة. نعم. تستوحش تخاف ممكن أصلا لا حاجات لا تقضى إلا عند ابنتها فتذهب لقضاء الحاجة وترجع مرة ثانية إلى مكانها. نعم. حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. يعني حتى في هذا العمر أيضا تحافظ عليه. طب هل عليها شيء في هي خرجت؟ هي خرجت خلاص. ما مضى قد مضى والجهل يعني عذر للإنسان. نعم. لكن الآن ما دامت قد علمت تمكث في مكانها والأولاد هم يأتونها. نعم. الأولاد يأتونها. رضي الله عنك شيخ الحبيب. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بكل الشكر والتقدير والإجلال والاحترام لشيخنا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار، رضي الله عنكم سيدنا وجزاك الله خيرا. أنت حضرتك سمحت لي بهذا الوقت وأحسنت لي بذلك. الله يفوق العين والرأس. الله يشكر لك يا شيخ الحبيب. الله يشكر لك ويحسن إليكم. أنا سعيد جدا. الله يحفظك. شيخنا الحبيب جزاك الله خيرا. مشاهدين الكرام بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى بصحبة نخبة من علمائنا ودعاتنا للرد على أسئلتكم واستفساراتكم، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا وإياكم إخلاصا وقبولا وتوفيقا. اللهم أمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن
كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون